متابعين الأعزاء أهلا وسهلا، نهاركم سعيد إن شاء الله وكل أيامكم تكون خير وسعادة يا رب. عندنا شوربة الجزر، جبنا جزر وقطعناه تقريبا بالطول هيك زي ما أنتم شايفين، راح أشويه الجزر، راح أشويه بعدين أضربه على الخلاط وأحط عليه شوية كريمة. يا سلام، عندي جزر، المكونات تاعته جزر، عندي فلفل أحمر حلو، وعندي بصلة، وعندي ثوم وملح وفلفل. أهم إشي أنا بالنسبة لي هون الزيت زيتون، الزيت زيتون. طبعا عندي راس ثوم كامل راح أخليه كامل زي ما هو، وعندي سنون ثوم زي ما أنتم شايفين. هدول بدهم تقريبا يعني نص ساعة بالفرن، بعدين نضربهم على الخلاط مع شوية مرقة دجاج أو عندكم، أو مرقة لحمة، أو إذا ما عندكم عادي بتكتفوا بإيش؟ بالمي السخنة. طبعا لا بنسكرهم ولا إشي، زي ما هم بنكونوا مكشوفين، وبس يخلصوا آخر إشي بنحط عليهم الكريمة. صباح الخير يا صباح الورد، صباح والفل، الأطباق الشهية. أهلا وسهلا بالسيد ميلاد. تعرف أنه الخضرة لما بتنشوى شف وهيك زي هيك طلعوا تحترق شوي بعدين طعم. بتطحنها تعمل طعم. تذكر لما مرة ضربت كل الخضار على الخلاط كيف طلع القريف تاعها بجنن؟ بالفعل. عندنا فرن، أهم شيء يكون الفرن محمى. إيه؟ أو مش أهم شيء، هو إحنا يمكن عشان إحنا بنستعجل عشان عندنا وقت محدود، إنما ست البيت عادي. صح عادي. إيش بدنا نبلش هسا يا أستاذي؟ يلي بدك إياه، إذا بدك ساعدك أنا مستعد. يا سلام. يلا. يا سلام عليك. شو بدك إياه نعمل بالخدمة؟ أمسك الجلافز هذا أول إشي. هسا نرجيك شو بدنا نساعدك. عندي الزور الدجاج. إيه. تتبيلتهم كثير بسيطة. ملح وفلفل وشوية بهار مشكل وزيت زيتون. ايش راح اساوي فيهم؟ شو حتساوي؟ بدي اقليهم واعمل لي شوية خضار سوتيه. مش راضي يزبط معي الجلافز انا هسه، مو مشكلة. عندي صدور الدجاج، طبعا هدول ايش راح اساوي فيهم يا سيد ميلاد؟ هدول الاطراف هدول راح نقطعهم. بدك اقطع لك اياهم؟ هدول ايش راح اساوي فيهم؟ قل لي. راح اساوي فيهم مع ريحان وملح، اخر شيء شوية كريمة، نعمل فيهم ايش؟ ايش؟ سندويشات. حلو. خبز الباجيت هذا ورجيهم للناس، بس دخل لي اياه حمر لي اياه، هذا سبيشل. بدون لا ريسيبي ولا شيء الي والك. هيدا خبز الباجيت حصرا رح يدخل على الفرن هلا؟ دخله على الفرن يا نور عيني، بس دير بالك عشان الفرن حامي. ولا يهمك. يا عيني يا عيني. بس وين بنحطه؟ ما في محل. حصرا فرنك عامر. عامر زي ما بتحكوها. فرنك عامر. راح ندخلهم هدول 10 دقائق، يعني قبل ما تطلع ان شاء الله بكونوا ايش؟ مصفيين وجاهزين. حلو. بدنا تحط لنا الخليط هذا كلياته. هدول الخليط هذا كلياته. فإذا هيدي خلينا نبلش اول شيء. هاي البهارات مشكلة. مشكلة بودرة ثوم. بودرة ثوم، بودرة بصل، زنجبيل، كركم، كاري. أنت أنا خالطهم هسا. يعني مش إنه لا جاهزين هدول، احنا خلطناهم مع بعض. هيدي البودرة المشكلة، هيدا الفلفل الأسود. يا عين. هيدا الملح. صح؟ صح. زيت الزيتون والحامض؟ نعم صحيح. في شيء ثاني لازم يدخل ايش؟ لا بس هدول. بس هدول؟ لا حبيت احط ثوم عادي ولا شيء، خلص بدنا اياها خفيفة عشان الواحد ما تتعبوا بالاكل. صحيح. شو رأيك؟ 100%. والحامض كلهم؟ نعم صحيح، هدول صدور الدجاج تتبيلتهم هي جاهزة صارت. سيد ميلاد راح اعطيك شيء تحرك لي. انا بحركهم ما تعت الهم. يا سلام. مساعد. يا سلام يا سلام. يا عيني عليك يا عيني عليك. انا المره الجايه راح اداوم بدله، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه مش، عشان تكون ايش احنا يا طبع طقم طقم 100%. او جيب لي معك مريول. لا 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 انا بصير بدله والله، كمان حلو بتطلع عليك المريول. ما هيك. تابعونا على ثريد، ايش اسمه؟ ثريدز. تابعونا على ثريدز. انت صرت على ثريدز الحقني. صرت. شو بدي اساوي يا ابن الحلال؟ شو بدي اساوي يا عمي؟ ايش بحكيك؟ انجن ربعك، عقلك ما بفيدك. يعني اذا جنوا ربعك بدك تجن مثلهم؟ خلص ولا شو بدك تساوي انت؟ حلو المثل. اذا جنوا ربعك عقلك ما بفيدك.
الحقهم. كمان في مثل ثاني شعبي بيقول فلا ما غلط فيه هلا، اللي هو انه بمعنى انه عائله لك اثنين بيديروك. اوكي، يعني بقى كيف اذا كان على ثريد هلا الملايين. صح صح صح، كلامك صحيح. عقلك براسك اثنين بيديروك. شكرا. اذا عندكم امثال ايضا بهالاطار ابعثوا لنا، ابعثوا لنا اياها على الواتساب. بتعرف انه في ناس على ثريدز ما عارفين شو عم يعملوا؟ لا انا هسه شوف، انا واحد من الناس، انا عشان ما عندي تويتر او ما انت ما عندك تويتر؟ لا، فانا مش عارف ايش بصير، انا مش عارف شو بصير. حتى اول شيء كتبته حكيت لهم والله يا جماعه ما انا عارف شو اسم التطبيق. والله ما انا عارف شو اسم التطبيق. هذا شاهد ها، بس على انه في كثير ناس لطيف دخلوا التطبيق فقط لانه شيء جديد. بس بس هذا هو فعليا فعليا. هيك بنسالك تفضل، رح تغرد، رح تكتب؟ والله شوف، نزلت انا اول شيء زي ما حكيت لك. ايه؟ اول شيء كتبته انه انا والله ما انا عارف شو اسم التطبيق. بس بتعرف انه اسم التطبيق بالعربي له علاقه بالطعام؟ قراته استفدت منك هذيك اليوم. ايه؟ اللي هو يعني الخبز المحطوط اثرد او ثرد، لانه ثريد. اثرد يعني قطع الخبز. وفي عندنا اكل اسمه ثريد. ثريد عندنا ثريد. غمصهم بالماء واللحم، يعني بمرقه اللحم، و يعني بقى اذا بدنا نقول الكلمه باللغه العربيه، لانه في ثرده واثرده. هيك عم فتش اشوف. بتعرف ليه؟ لانه هلا الناس عم بتقول انه على تويتر الكتابه اسمها تغريده، بقى على ثريدز تثريده. تثريده ممكن. لا بس تثريده بس لا ممكن صعبه. مش لا صعبه وما لهاش معنى. ايه؟ ما لها معنى. طيب شوفوا ما احلاهم الصدورات، بنغمسهم قد ايه تقريبا الوقت لازم ولا شيء على السريع معلم. احنا تتبلتنا رائعة، ما في لها أي داعي. شوفوا ما أحلاها. شوف خلينا نقربها هيك لحتى يقدروا يشوفوها. أيوه بدك. أنا أمين شو ماله؟ بس أنا مش عارف إيش مش عاجبه بالموضوع. لا أمين أمين إيش إيش مش عاجبه بالموضوع معنا قاعد بيحكي معنا؟ إيش مالك يا أمين؟ احكي لنا. بنغمسهم. بدنا نحركهم مع بعض. بدي اتابع امين على تريدز. حاضر، نفرد مع بعض اليوم، بصير انزل له وصفات اكل كمان ان شاء الله. شوفوا يا احلى متابعين كيف سيد ميلاد قلب لنا اياهم. صارت تتبيله خياليه خياليه خياليه. بدنا الملقط من عندك بعد اذنك. الملقط من هون لو سمحت. اكيد. هاي السندوتشات تاعتي وتاعت ميلاد، تاعتي وتاعت ميلاد حصرا. ملح وشوية صلصة ايش؟ الريحان، عشان انت بتحب الريحان صح؟ كثير بحب الريحان. عندنا هون قلاية حامية. حميت القلاية، بنحط لها زبدة ولا لا؟ هسا بدي احطهم زي ما هم، بعدين بنحط الزبدة. مزبوط، أصلا فيهم زيت زيتون. فيهم الزيت تاعها. بسم الله. شوف هدول الصدورة نكهة الملح منيحة فياتهم. ضروري شوي نشرح الصدوره صح؟ بعطوا منظر حلو، بعطوا منظر حلو وبستوا منيح. عرفت علي كيف؟ صحيح، ما بغلبونا. بدنا نحط الكميه، بنعمل جنبهم ايش؟ خضار سوتيه. ايش انت بتحب الخضار سوتيه؟ ليك انا يعني كل الخضار بحب. هلا اكيد البازيلا بحب. انت جايب شفت انا جزر وبروكلي كمان بروكلي وسبرقس. سبرقس مفيد صح؟ صحيح. انا بعرف انه بيعمل انه يشيل السوائل الزياده بالجسم صح؟ هلا عنا بعد شوي فقر التغذيه بنسالها للخبيره. بكون ممنونك والله، بكون ممنونك. البروكلي طيب وجيد. البروكلي انا بعرف انه صيدليه هيك بيحكوا. وطعمه لطيف يعني. صحيح. بسم الله. بس انا الخضار بحبها هيك يعني بضلها طعمها. عرفت علي كيف؟ صح. ما بطولش عليها الا لما اسلقها. احنا شلنا القسم الحار من المطبخ عندنا خلص. حتى جماعه البكلو الحار ما بدنا اياهم يجوا عندنا خلص. انتهى موضوعهم. جماعه الشطه خليهم. وعندي شويه جزر هون البيبي شايفينه؟ راح اسلقه معهم. وعندي الذره البيبي برضه. وعندي الاسبرغوس.
حطوا كلاته والله انه طيب صراحه. شوف الصدور هدول شو صار فيهم. فهدول احنا بنقدر نحط شوية زعتر هيك معهم بعطيهم طعم، نكيهم. اوكي هسا بدك تحط شوية زبدة، بتحط شوية زبدة على طرف المقلاي عشان ايش؟ ايش؟ يضلهم طرايا. هدول سندويشتي انا وياك ما راح اسويها على الهواء، بس راح نوديهم تحت الهواء يا عيني عليك، ولما يكون عندك بريك بمرق لك نص سندويشة. خالد وين؟ وين سندويشتي؟ هدول حطينا عليهم الريحان. راح اقلبهم هيك، ما راح ياخذوا معي بالضبط هدول كميتهم، هاي راح تاخذ معي خمس دقائق. خمس دقائق. بعدين بحط عليهم كريمة بنسويهم خبز الباجيت. 100%، نشوف نستفقد خبز الباجيت. شوف لي شو وضعه. شو وضعه؟ لا منيح بعد بده. بس الريحة مش معقول. تاعت الجزر والهاي. حطيت ثوم صح كمان؟ نعم نعم. طبعا هذا بتقدر يا ميلاد، هاي طريقة الصدور الدجاج، بتقدر على طول تحط معها صحن رز. 100%. رز مسلوق. رز مسلوق بالزبدة، بعدين نحط عليه شوية زبدة اخريته، رشة ملح، رشة فلفل عليه، انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. العالم. شكرا لك يا الموضوع. شيف. اهلا وسهلا بالشيف طارق، راح ينضم لنا ان شاء الله، راح يصير شيف معنا جديد. أهلا وسهلا. ان شاء الله اليوم اول حلقات لنا مع بعض. جميل يا سيدي. راح نبدع لكم احلى ابداع اليوم بالاكل ان شاء الله. اكيد. واحنا هسه لما تيجوا تكتملوا انتوا بتصير ايش؟ الفريق الرباعي الذهبي. يلا انا وياك وميلاد ونساوي فريق رباعي ذهبي. اهلا وسهلا شيف. خلينا نكمل شغلنا معلش. تفضل. يعطيك العافيه. طيب. اهلا وسهلا، كيف حالك شيف؟ ان شاء الله بخير. اهلا اهلا. شرفت ونورت، شرفت ونورت. بنورك. ايش راح نعمل اليوم؟ النهارده عندنا طبقين بس سهلين. بطاطس، صينية بطاطس بالكريمة والجبن. يا عيني. هاي حصتي هاي، أنا بموت على البطاطا. وكمان دي هتحبها. الستيك. الستيك ملعبك. يا عيني يا عيني يا عيني. عندنا ستيك تندرلوين. يا سلام. أول حاجة نبدأ بها هنا البطاطس. يلا عشان يلا. إحنا إيش سوينا أول إشي؟ أول حاجة البطاطس هنا سلقناها. حلو. لنص سوا. حلو. بعدين هنتبلها بملح وفلفل أسود. تمام. قطعناها شرحات متساوية. متقشرة. قشرناها بالسكينة وبعدين قطعناها. انا قطعتها على مكنه الشيبسي، تقدروا تقطعوها بايديكم. حلو حلو. ملح ملح فلفل اسود. يا سلام. تمام. قاعدين نقلبهم مع بعض. طب شيف بنقدر ندخلها على الفرن من غير ما نقلي، من غير ما نسلقها؟ طيب ولا بتاخذ وقت؟ نقدر نعمل حاجه زي كده، نقدر ندخلها الفرن لمده 50 دقيقه، تاخذ من 50 دقيقه لساعه. حلو. مقفوله، نازل عليها صوص، مقفوله بالفويل، خش الفرن لمدة 50 دقيقة لساعة. اوكي يعني يا بنسلقها ربع ساعة تلت ساعة بعدين ندخلها على الفرن وبعدين تحط معها الصوص تعمله دلوقتي نبدأ فيه. يلا بينا. ممتاز. يلا عايزين طاسة. بسم الله. سخنا لك ال ايش اللي بنحكي عليه؟ القلاية. يلا بس عايز اوطي النار شوية. يلا. هاي الريسبي تاعتك صارت جاهزة أول شيء. نكبس على هاي بعدين بننزل. طيب أول حاجة نبدأ في تحضير الصوص. عبارة عن معلقة زيت زيتون، عندنا هنا فصين توم مفرومين، تقدروا تقطعهم كمان شرايح مفيش مشكلة. على المهروس بحسه أطيب. مهروس أطيب. المهروس يطلع النكهة. مهروس أطيب. طيب هنا عندنا التركي المدخن اللي هو صدر الرومي المدخن، ننزل بيه على طول. يا سلام على الصوت. هاي ليه؟ عشان حمينا القلاية منيح. لا عشان يطلع الصوت انت عارف. بدنا نحمي الجريل برضه بالمرة. يلا سخن الجريل. بس هاي البطاطا انا بالنسبة لي كمان لو عطيناها هيك من غير اي شيء تطلع طيبة كمان، عشان شرحاتها ومسلوقة بعدين تتحمر. بس الاضافات هاي جميلة والله، انا اول مرة يعني. استنى اشوف الاضافات الحلوة. طيب هنا عندنا الزعتر، زعتر بلدي، ناخذ كده قدامنا زي ما هو سليم. لما يسخن مع النار هيطلع النكهه بتاعته، فنديله تقليبه حلوه. يلا زي ما انتم شايفين دي وصفه سهله جدا، وصفه سهله جدا، محدش يستصعبها وما بتاخدش وقت كمان.
يلا هنزود هنا الكريمه. معلش هتلاقوا كميه الكريمه كبيره شويه بس هي الوصفه. والله شوف شكلك انت راح تنصحنا بالكريمه هاي. لا بص بص ننزل بلتر كريمه كامل. لتر كريمه؟ لتر كامل. والله فيش مزح مع الشيف طارق شكله هون ابدا. لا لا النهارده في شغل تقيل. طيب زي ما انتم شايفين الكريمه بدات تغلي. بطاطس عندنا هنا جاهزه. خليها. طيب نخش على الطبق اللي بعده. هو كده بالنسبه للصوص خلاص هو جاهز. ناقصه شويه تعديلات بس يغلي شويه وننزل. اعطيني انا اكمل هون وانت كمل عندك. يلا نتبل الستيك عندنا. نشرح شويه عن الستيك. نشرح شويه عن الستيك. هنا عندنا حته ستيك زي ما انتم شايفين فليه عجل بيكون في الظهر. طبعا ده بيكون بعيد عن العضلات فبالتالي بيطلع طري جدا وبيستوي بسرعه ما بياخدش وقت. تتبيلته بسيطه جدا ملح وفلفل اسود ويفضل يكون ملح وفلفل اسود خشنين. تمام؟ بس عشان اورجي المتابعين طراوه اللحمه. شايفين طراوه اللحمه؟ هي طراوه اللحمه، اللحمه تتمزع. بص وهي نايه. تتمزع. ناس بتاكلها نايه على فكره. فما تروحوا انهم يستوها على الاخر ينزلوا كل السوائل تاعتها تنشف. عايزين على نار عاليه جدا ننزل بالصدمه مره اثنين دقيقتين دقيقتين شيل طلعت معنا احلى لحمه ان شاء الله. طيب كده تبينا الملح والفلفل الاسود. عايزين بس الجهتين. لا انا خلاص بالنسبه لي كده تمام ما بكترش قوي. لان الصوص هو اللي بنعتمد على الصوص اكتر ونوعيه اللحمه طبعا. راح يعملنا صوص اليوم الشيف طارق يعني صراحه شهاني عليه. طيب كده الجهتين. كده الجهتين نتبل بيها كويس جدا. رسالة للناس اللي بتحط بهارات على اللحمة لو سمحت. لا كده هنزعل. رسالة جدا. رسالة جد جد جد. رسالة؟ رسالة. ما تعملوش ستيك. ما ياكلوش لحمة صح؟ ما تاكلوش لحمة. في فراخ في سمك في تتبيلات كثيرة تقدر تعملها. ابعدوا عن اللحمة إذا بدكم تحطوا بهارات. طيب. هنا عندنا الجريل السخن زي ما أنتم شايفين. هذا الفرصة. شوفوا يكون الجريل حامي عشان ياخذ ايش؟ اللسعة تاعتك اللي أنت بدك إياها. يلا. احنا بنقول في مصر الصدمة. الصدمة يلا هنصدم اللحمة اليوم. هنصدم اللحمة. هنصدمهم وهنصدم المتابعين كمان. يلا ننزل بزيت الزيتون. شايفين عشان ما تلزق اللحمة. بالظبط هيك هيك بس بدنا اياها هيك واحدة. اسمع الصوت. ايوه ايوه ايوه. شوفوا مقاس اللحمة له وقت بالاستوى. يعني لما تكون انت عاملها سنتي او سنتي ونص لها وقت غير لما تكون عاملها 4 سنتي و5 سنتي. فانت كمان على النظر ما تحط القطعه وتسيبها وتحكي والله انا هيني طبخت. لا خلي مشاعرك مع قطعه اللحمه هيك. حب قطعه اللحمه هاي بالضبط. يبقى يعني في علاقه حب بينكم. يا عيني يا عيني يا عيني. حب الطبخ وعشان يطلع منكم الطبخ لازم يبقى بحب يا جماعه. اي شيء بحب من غير حب ما بظبط. طيب احنا حكينا طيب رح نعملهم شيء ثاني كمان صح؟ الصوص دلوقتي جايب المكون. تمام يلا. عندنا هنا صوص الجبنه زي ما انتم شايفين هون. زي ما انتم شايفين كيف بلش يتغير اللون تاعها. يعني احنا اتوقع هيك 20 ثانيه رح يجي السيد ميلاد يقلبهم او 30 ثانيه مش عارف يعني هيك او يمكن يهجموا علينا مره واحده هيك. هاي سيدي تحيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شيف. اهلا وسهلا يا مرحبا بك. نورت. مرحبا يا اخوي. نورتنا يا اخوي. بنورك. يعيشك. يعيشك يا سيد. هلا الشيف طارق نورتنا. نسيته ولا الشيف خالد صح؟ نسيته الشيف خالد. ما خلص تعبنا من الشيف خالد. هو زعل اني انا قاعد بساوي سندويشي الي والك. طلع الباجيت. طلع الباجيت حمرناه. شفت الباجيت اللي حطيته انت بالفرن؟ صح حمرناهم وقلينا شويه صدور دجاج. طلع الملفوف. طلع المخلل. خلصت جاهزه جاهزه جاهزه. انا عشقي الباجيت. اوكي اما هذه اول ما تحلها انت تعرف التوينسه. اول ما نحل الباجيت ايش نحط؟ طن هريس. هريسه وطن مش تونه طن. يا اهلا بالشيف طارق. اهلا وسهلا نورتنا. الله يخليك بنورك. طيب هنا نزلنا الجبنه الشيدر 4 شرايح تقريبا. نقلبهم لغايه ما يسيحوا مع بعض ويبقى الصوص عندنا جاهز. نحطه على البطاطس وندخله الفرن لمده تقريبا 5 دقائق. يلا بدنا نلحق ال5 دقائق عشان نشوفهم. يلا اهو يلا الجبنه تسيح بس. طيب اللحمه هنا زي ما انتم شايفين بدات تاخذ اللون خلاص هي تعتبر. بص طيب عايز اقول لكم سر يعني اتفضل عن تقليه اللحمه والسوى. اتفضل. زي ما انتم شايفين من الجوانب كده. ايه اول ما اللحمه تبدا معنا بالشكل ده تقلب تبقى جاهزه الجهه الثانيه. اخويا قديه مشتاقين للهجه المصريه. تعبنا من تعبنا شايفين متابعينا الاعزاء. والله لك الوفا.
ليك الوفا. طب انا هينو هون كملوا حلقتكم مع بعض عمي. تعال هالفريق. انا ايش هذا العصير؟ بدكم تقطع عنا الصوت انا وميلاد اقطعوه يعني كمان خلص احنا ونعيش حياتنا. شو هيدا العصير يا شيخ؟ روزاتا. مش مريحة. لازم تدوق وتعرف شو. طيب ننزل هنا بالصوص عندنا. يلا هذه الصوص اللي شايف لي حضر هذه البطاطا جراتان. خلينا نقول جراتان ماشي. هيدا الكمثري. ايوه هيدا عصير الكمثري. كنتش حابب اقول اسمع عشان الناس ما تقعدش تقول ده بيعمل كيمياء وفيزياء كتير بيعمل كيمياء. ايوه يلا زي ما انتم شايفين كده بالظبط ننزل بالجبنه الموتزاريلا وننزل بقى بالجبنه. ايوه واديله له وسيح له يا باشا. يا عين عليكم عاملين اجواء انتوا حلوه النهارده. شايف والله هذا احتفالا فيك يا شيف طارق. حبيبي يا شيف خالد روعه. هذه على الفرن كده زي ما انتم شايفين. دخلها الفرن بس اديها رشه خفيفه فلفل اسود من الوجه. تبعولي هون على اللحمه. تبعولي على اللحمه. لا لا ما شاء الله. هون شوفوا لي ما احلاهم. طلعوا المنظر طلعوا المنظر. يا الله يا الله المنظر. الله هو اللحمه قصه حب ماني. هاي اللحمه هيك 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 الواحد لازم ياكلها هيك زي ما هي. خلص ما بدها اشي ترى. والله ما بدها اشي حتى صوص ما بدها. شوفوا الحلاوه. الله والله انه اللي ما بيحب اللحمه انا اتوقع انت قلت مش محتاجه صوص صح؟ بس انا هعمل لها صوص خفيف بس يلا. مش هيكون جانبي يعني. يلا هاي هون على نفس القلايه هاي اعمل لي اياها. نعم طيب خلينا نجيب طاسه جديده احسن. يلا هات علي. تمام يلا شكرا. اتفضل بص المكان بتاعنا واقفين دايما. نعطيك واحده جديده يا شيخ. طيب المكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين. شكرا. دينا هنا مشروم مقطع شرايح زي بالشكل اللي شايفينه دوت وفي صوص الديمي جلاز تقدروا لو مش موجود عندكم تقدروا تستخدموه بشوربه مرقه لحمه. تمام وكريمه الطبخ توم وزعتر. طبعا عندنا روزماري الفريش هنا. طيب اول حاجه نبدا بيه زيت الزيتون. هذه صوص للحمه يا شيف. صوص للحمه شيف. ايوه أوكي. الله نزل بيه على طول المشروم اهو زيت زيتون. بينما زيت زيتون ايوه بالظبط. خليهم يكملوا احنا بلشنا الغداء. يلا انتوا بداتوا بداوا وخليهم. انا بصراحه عادي انا مطمن انا مطمن على الشغل الصح اللي هون فلازم اعمل كفر للمعده بعدين ادخل على اللحمه. حكينا عليها بعد اذنك بس تفضل شيف. نجيب طاسه ثانيه. طعم كثير طيب الساندويتش اكيد. بتعرف شيف الشيء الصوص رائعه لانه ما فيها زيادات. انا بحب لما بتحط صوص يعني يكون في صوص وحده مع الدجاج بسيطه بس روعه مع الكبيس. أمان. روعه. يعني الريحان مع الكبيس معلش بتضل روعه. فينا خذ لك لقمتين. طيب هنا الصوص عندنا زي ما انتم شايفين. طب شيل الكبيس عاد مشروم نشوحه مع بعض كله بعدين اول ما يستوي يبدا يدفل ننزل بالبودره اللي انتم شايفينها اللي هي الديمي جلاس. هاي البديل الصلصه الديمي جلاس الاصليه صحيح؟ بس عشان بتاخد وقت انت عارف لو اتعملت. نعم. انا حبيت اجيبها بودره ننزل بيه صحتين شويه زعتر وروزماري هنا فريش عندنا. بعد اذنك شف انا راح اخذ منهم هدول كم من قطعه. يلا عشان هم السوا بتاعهم كده مظبوط جدا. خلص عشان يلا تمام الشغلات الصغيرة نحيفة. أكيد كل واحد حاجز طبقه. كل واحد له طبق. أيوة يلا شوف بدكم نتأكد شو صار بالفرن قبل ما يخلص الوقت. بدها شوي. عايزة شوية؟ عايزة شوية. يلا يمكن تتحمر على الوش. تاخذ وش بس. يا جمال يا جمال الاطباق اليوم السفره عامره والله تبارك الله يعطيكم الصحه. طب ميلاد تحط لي الساندويتش بحذاك نشوح معنا المشروع بعد الحلقه. يعطيكم الصحه سيدي على هلا احنا بخدمتكم. ننزل شو البودر بتاعنا
الباودر هي كمان الباودر هي شنية شيف؟ توم و هو ديمي جلاس صوص بيكون باودر تمام اوكي معك مي لطيف والله سندويشة لطيف على طول ننزل بكوباية المية زي ما انتم شايفين انا عارف انها لطيفة هنقلب الصوص ده يا جماعة والله بتعملوه بس عارفين انتوا صوص البن اللي بتلاقوه في المطاعم الناس بتستطعبه بيبقى صعب عليهم انا على فكره دي بنحب نعرفه خاصه الصوص اللي اتعمل مع اللحمه هذا هو ده هاي هي الديمي جلاس صوص بس احنا استخدمنا ايش؟ الباودر عشان نسهل عليكم بالظبط صار جاهزين تقريبا بدنا نورجيهم البطاطا كده الصوص معنا جاهز خلاص خلاص بسيط جدا سهل سهل والله سهل بحق. شوف اللون الحلو ازاي؟ يا عيني شوفوا هون هيك ايش كان يعطيك صحة يا شيخ شوف الجوز طيب الله عليك شفية انتم لساتوا تتابعون نحن سنختم الحلقة لأن وصلنا ل بس أعطيني ثانية واحدة اختم زي ما بدك ها يلا امسكها شوف طارق حط لهم اياهم هون عشان يشوفوها المتابعين يلا كده نكون زي ما هم هيك يعني بالصوص حابب تاكلها بالصوص تاكل حابب تاكلها لوحدها تاكل روعة